يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل وضع عندي مالا ثم سافر وله الآن سنة. نعم. رجل وضع عندي مالا ثم سافر نعم. وله الآن سنة ولم أهتدي إليه، فماذا أفعل بهذا المال؟ وهل لي أن أتصرف فيه؟ انتظر انتظر، ماله إلا سنة فقط، انتظر. فإذا أيست منه طول المدة تصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن كان له ورثة، إن كان له ورثة أو أقارب اسألهم عنه. نعم.